تجملت شرم الشيخ إذن لتبدو في أبهى صورة لها باعتبارها قبلة السياحة العالمية حول العالم، سواء كانت السياحة الأثرية أو سياحة الشواطئ. هذه المدينة التي كانت دائما قبلة لكل المنطقة، سواء كانوا سائحين يفدون من المنطقة العربية أو أولئك الذين يفدون من وجهات مختلفة حول العالم وتحديدا من قلب أوروبا. شرم الشيخ دائما كانت علامة مميزة للسياحة الداخلية حتى على مستوى شواطئها أو أجوائها الآسرة على مدى فصول السنة. لمزيد من المتابعة نذهب هذه المرة أيضا إلى مدينة شرم الشيخ، لكن مع الزميل محمد الجالي، الأستاذ محمد الجالي، محرر شؤون الرئاسة بصحيفة اليوم السابع. محمد، ماذا في آخر الاستعدادات التي قامت مؤسسة الرئاسة بالإعداد لها ليخرج هذا المنتدى في صورة لائقة؟ يعني بالفعل الاستعدادات هنا يعني جيدة جدا، والإعداد تم منذ مؤتمر الإسماعيلية ثم مؤتمر الإسكندرية، وهي فكرة مصرية خالصة. يشرف مكتب رئيس الجمهورية بنفسه على الإعدادات من الألف للياء، حتى في على مستوى وجبات الطعام للضيوف المشاركين من الأجانب. يعني روعي أن يكون هناك أيضا في وجبات الطعام مثلا مثل النباتيين، يعني يعد لهم طعام مخصوص. فإذا كل التفاصيل المتعلقة بالمنتدى يعني تنظيم رائع وتنظيم جيد، سيولة مرورية وتأمين على أعلى مستوى، تجديدات أمنية. لا يمكن أن تتحرك في شرم الشيخ دون التصريحات أو التصاريح الخاصة بالمنتدى، يعني الخاصة برئاسة الجمهورية بالطبع. وبالتالي الأمور هنا يعني تجرى على قدم وساق للاستعداد لحفل الافتتاح الذي يعني متوقع أن يكون مبهرا في خليج نبق على شاطئ البحر وأمام الجبل أيضا، وسيكون مبهرا للعالم كله. تأكد بالفعل حضور 52 وفد رسمي ممثل لدول العالم. الوفود الرسمية عبارة عن إما رؤساء دول أو رؤساء حكومات أو مثلا ولي عهد أو مبعوثين شخصيين رؤساء أو مفوضين من قبل هذه الدول، إضافة إلى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومساعد الأمين العام للاتحاد الأفريقي. كل ذلك تأكد حضوره. نحن نتحدث عن 3203 من لا محمد في هذه النقطة. هل هناك معلومة موثقة عن أبرز المنتدى الحضور من المسؤولين رفيعي المستوى، سواء كانوا كما ذكرت رؤساء أو رؤساء حكومات أو ممثلين لرؤساء هذه الدول؟ هل تحدد بشكل قطعي حضور أبرز الممثلين رفيعي المستوى في هذا المحفل؟ يعني نجد في خلال الساعات القليلة المقبلة سيتضح الأمر، خصوصا في حفل الافتتاح سنعرف من هي الشخصيات. لكن من تأكد حضوره يعني مثلا ولي عهد أبو ظبي الرئيس الفلسطيني، ووزير داخلية إيطاليا، مسؤولون رفيعي المستوى من قبرص واليونان، من لبنان، من الأرجنتين، من النمسا، من كل دول العالم. نحن نتحدث عن 113 جنسية، وسيكون هناك حضور حتى للشخصيات الملهمة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي لها متابعين بالملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعونهم ومؤثرين بشكل جيد. إذن نحن نتحدث هنا عن ليس منتدى فقط لإثبات للعالم أن مصر قادرة على تنظيم مثل هذه المنتديات الدولية، وإنما أيضا هناك أهداف مهمة مثل الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ التي تعود يعني مزدهرة مرة أخرى لتلعب دورها مرة أخرى بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي في مصر عقب 2011. لكن الآن الأمور تعود إلى طبيعتها، وأنا يعني أرى أن الدولة المصرية تنظر إلى شرم الشيخ باعتبارها يعني مكانا ملهما للمنتديات ولعودة السياحة مرة أخرى لديها، ولإثبات للعالم أن مصر قادرة على أن يعني تقيم وتنظم مثل هذه المنتديات التي تعبر عن الحضارة المصرية والشخصية المصرية، وهي مصرية خالصة. يعني فكرة المنتدى، المتطوعون للمنتدى، المشاركين في المنتدى، الترويج للمنتدى، الأفكار، الفقرات، كل هذا يعني مصريا من الألف للياء.
أبرز القضايا التي ستطرح على مائدة النقاش أستاذ محمد، سواء كانت مرتبطة بالشأن الداخلي أو الشأن الإقليمي؟ ما الذي يمكن أن تقدمه مصر من نماذج قامت بها على مدى السنوات الماضية؟ ما هي أبرز القضايا الدولية التي يمكن أن تطرح على جلسات النقاش؟ يعني نحن نتحدث طبعا، هناك إقبال على، بما أن مصر يعني هي يعني حارس البوابة بالنسبة لأوروبا فيما يتعلق بالهجرة غير المنتظمة أو ما يسمى الهجرة غير الشرعية، هناك جلسات مهمة ستعقد تباعا، وستكون هناك توصيات مهمة تخرج عن هذه الجلسة التي ستشارك فيها إيطاليا وفرنسا وبعض الدول التي تعاني من موضوع اللاجئين والهجرة غير المنتظمة. ومصر كما نعرف جميعا لديها رؤية في هذا الصدد، ويعني رغم أنها لديها مثلا 5 ملايين لاجئ ومهاجر، إلا أنهم يقتسمون المعيشة مع المصريين ولا يعاملوا مثل أي دولة في العالم، وبالتالي يجب أن يعني يزال عن كاهل هذه الدول مثل مصر ولبنان والأردن بعض التحديات التي تواجههم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. هناك جلسات عن مكافحة الإرهاب، هناك جلسات عن تمكين الشباب والمرأة، صناعة المستقبل، سيتم تقديم نماذج مبهرة مصرية أثرت في الشأن الداخلي أو الخارجي. هناك أنباء عن وجود رياضيين وفنانين ومن كل الفنون والمجالات سيكونون متواجدين في هذا المنتدى. نشعر هنا في شرم الشيخ بأن مصر قادرة على تنظيم أكبر بكثير من هذا الحدث، وإن كان الحدث كبير جدا بالطبع، ونتوقع أن يكون الحدث يعني ناجحا جدا في سواء في ندواته أو جلساته أو ورش عمله أو حتى في نماذج المحاكاة التي ستقدم لأول مرة، مثل نموذج محاكاة الأمم المتحدة الذي سيشارك فيه 77 شاب من شباب العالم، نصفهم من الأجانب والباقي يعني مصريون، وبالتالي الأمور تسير في النطاق الصحيح ووفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، بأننا إذا لم نكن نستطيع أن نقوم بتنظيم منتدى يشهد له العالم فالأفضل ألا ننظم ذلك. وبالتالي هناك تحدي كبير للمنظمين، الأمور حتى الآن على أكمل وجه، استعدادات سواء على مستوى حتى التصاريح كما ذكرنا، الانتقالات، التنقل، المعيشة، الإقامة، دعوة الشخصيات المهمة، تحركاتهم، كل ذلك مهم جدا ويبشر بخير. أستاذ محمد، ماذا عن المسؤولين المصريين الرسميين الذين سيشاركون في فعاليات هذا المنتدى، سواء كانوا من بين الحضور أو على مستوى إدارة الجلسات النقاشية، كيف سيكون لهم إسهام؟ تابعنا بالأمس وزير التجارة والصناعة السيد طارق قابيل كان في استقبال السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري ممثلا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ماذا عن الوزراء والمسؤولين المصريين الرسميين المشاركين؟ يعني أنا أرى أن يعني يمكن القول أن نقول أن الحكومة كلها هنا في شرم الشيخ، يعني من أول رئيس الوزراء مرورا بوزير الدفاع والداخلية ووزراء المجموعة الخدمية وممن سيكون لهم مشاركات في الجلسات، كل الحكومة يعني بالتأكيد متواجدة هنا في شرم الشيخ ومع المنسقين دائما، ويقومون أيضا من خلال وجودهم هنا في شرم الشيخ بعمل متابعة دولاب العمل في وزارتهم، ويعني إصدار البيانات الخاصة بالصحفيين فيما يتعلق بأنشطتهم سواء هنا في شرم الشيخ أو في القاهرة. إضافة إلى ذلك، الرئيس نفسه أجرى اليوم حوارين مع قناة أمريكية وصحيفة الشرق الأوسط، وكان يعني الحديث كلام مهم جدا عن كل القضايا الاقتصادية وعن منتدى الشباب، وأن مصر حريصة على علاقتها مع المملكة العربية السعودية وما يجري في السعودية، تدعم مصر كل الإجراءات التي تمكن المنطقة العربية من الاستقرار، وتحدث حتى عن انتخابات رئيس الجمهورية وقال إنها يعني ملك لإرادة الشعب المصري، والشعب المصري هو الذي يقرر من ينتخب ومن يرشح. الكل هنا يعني جنبا إلى جنب مع المشاركة في هذا المنتدى الذي سيضر عائدا كبيرا، سواء إعلاميا لأن وسائل الإعلام العالمية كلها هنا، سواء سياحيا لأن عدد كبير من الأجانب يعني متواجد، يمكن حتى الكاميرا تكون جايبة هذه الصورة، الأجانب كتير في الفنادق المختلفة في مقرات إقامة المشاركين
البعثات، وبالتالي كل يعني جنبا إلى جنب يتابع أدق التفاصيل الخاصة بهذا المنتدى. بقي أن أؤكد أن مديري الجلسات للمنتدى كلهم من يعني من بعض دول العالم، ومن مصر مثلا من التلفزيون المصري، ومن عدد من الفضائيات، شباب من الإعلاميين تم تدريبهم قبيل هذا المنتدى، وبعضهم يمتلك اللغات والخبرات اللازمة. نعم أستاذ محمد، التجربة المصرية في خطة التنمية المستدامة 2030، هناك دول عدة حول العالم انتهجت وأقرت هذه الخطة، أبرز المحاور التي يمكن أن تطرح في هذا الإطار في هذا المنتدى متسقة مع مبادئ وأهداف خطة التنمية المستدامة 2030؟ يعني بنتحدث، لو جينا تحدثنا عن الإجراءات الاقتصادية مثلا، هناك إشادة كبيرة بالبرنامج الاقتصادي المصري فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والرؤى المستقبلية التي أخذتها أيضا عدة دول للتأكيد على أن مصر سائرة في هذا المسار بما يتفق مع الأمور الاقتصادية ورغم الظروف الصعبة، لكن هناك انتعاشة، وبشهادة المؤسسات العالمية هناك خطط ورؤى مستقبلية كثيرة ضمن خطة التنمية المستدامة فيما يتعلق بالبنية التحتية، فيما يتعلق بشبكات الطرق، فيما يتعلق حتى بمستوى التعامل والتعاون الاقتصادي مع الدول والمساهمة في المشروعات الكبيرة التي يعني تتيحها مصر، فيما يتعلق حتى بالتوظيف السكاني لمصر التي تجاوزت 100 مليون نسمة، كل هذا استثمار للمستقبل ضمن خطط التنمية المستدامة التي يتفق يعني فيها الكثيرون من المؤسسات الدولية، وأشاد بها حتى عدد من المنظمات الدولية مع الوضع في مصر. أستاذ محمد الجالي، محرر شؤون الرئاسة بصحيفة اليوم السابع، منضم إلينا على الهواء مباشرة من شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك.